السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. تطرح قضية بيجاسوس واتهام المغرب بالتجسس، فهم موقف الإعلام الفرنسي والحدة في تعاطي الجرائد الفرنسية أو الإعلام الفرنسي راديو مونتي كارلو وكذلك فرانس 24 وإذاعة فرنسا الدولية والعديد من الجرائد اليسارية، وشن حملة قوية على المغرب واتهامه بالتجسس على مجموعة من الشخصيات داخل المغرب وخارج المغرب. باش نفهموا خلفية وطبيعة عمل قنوات بحال قناة فرانس 24 وإذاعة مونتي كارلو الدولية وغيرها من ترسانة فرنسا الإعلامية الموجهة إلى صدور الشعوب الأخرى واللي كانت مستعمرها، علينا أولا باش نشوف واحد إحاطة بما كتبه مثقف ومفكر فرنسا على هاد الأدرع الإعلامية. فقد سبق لرائد الفلسفة الوجودية جون بول سارتر أن كتب في مجلة الأزمنة الحديثة لبان مودرن تعليقا صادما عن دور الإعلام الفرنسي في تجميل فضاعات الاستعمار. جاء في الهضرة ديالته أن الإعلام يكذب علينا بالخداع والتزييف والدعاية، وجريمتهم الوحيدة والمريعة أنهم بارعون في التضليل والتركيز على تصوير آخرين مثل الأواش. من طبيعة الحال الكاتبة الفرنسية صوفي باشمان كتبت أن السلطة التنفيذية في فرنسا شكلت دائما جبهة مقاومة عنيفة في وجه استقلالية الإعلام العمومي الفرنسي الذي بقي دائما وفيا لتوجهات هذه السلطة. وهذا التقييم هو نفسه الذي أعطاه الأستاذ الجامعي الفرنسي غايل فيلنلوف من يتحدث عن غياب الحكامة في تدبير القطب الإعلامي العمومي وفي قرب المنهجي الشديد من السلطة التنفيذية الفرنسية، مما يؤدي حتما إلى خطر الرقابة المرئية وغير المرئية على المنتج الإعلامي. إلى شدينا هاد الشيء كله هاد الآراء وخذناها بعين الاعتبار، غادي نلقاو أن فرنسا تحاول تعامل مع المغرب من منظور كولونيالي واستعماري جديد، يعني بغا تركعوا الأرض قوامه واحد البرقماتية وواحد النوع ديال الابتزاز طريقة غير مباشرة. ولا استحضرنا كذلك آلية الرقابة الرسمية على الخط التحريري لقناة فرانس 24 وإذاعة فرنسا الدولية وراديو مونتي كارلو، غادي نفهموا بدون شك سر وسبب هذه الحملة الفرنسية المسعورة ضد المغرب، إلى درجة أن مجالس الحكمة الفرنسية سمحت بهدر أموال ضرائب الفرنسيين في استهداف المغرب ومؤسساته الأمنية رغم ادعاء العلاقات القوية بين المغرب وفرنسا، خصوصا بعد صدور التقرير الألماني لمركز التفكير الألماني اللي كيقول بأن المغرب غادي كقوة إقليمية صاعدة. إلى لقاء متجدد بحول الله. قبل ما تخرجوا ما تنسوش تابوناو في لاشين يوتيوب وبارتاجيو الفيديو مع أصحابكم في مواقع التواصل الاجتماعي، وما تنسوش ديرو جيم.